كذلك زارت الشيخة بدور بن سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين مدينة الدار البيضاء المغربية التي يعد معرضها السنوي للكتاب الأكبر في المنطقة، وتعد المدينة موطنا لأبرز دور النشر المحلية، حيث التقت الشيخة بدور القاسمي مجموعة من الناشرين المغاربة الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الاهتمام من قبل الاتحاد الدولي للناشرين بالتعرف إلى احتياجاتهم والوقوف على التحديات التي يمرون بها ومحاولة وضع الحلول لها والاستماع في الوقت نفسه إلى آرائهم حول واقع ومستقبل سوق النشر في المغرب والمنطقة. واستعرضت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين المبادرات والمشاريع التي أطلقها الاتحاد لدعم جهود تعافي قطاع النشر من تأثير الجائحة. وشجعت الشيخة بدور القاسمي الناشرين على التقدم بمشروعات ومقترحات للاستفادة من المنح المالية التي يقدمها الصندوق الإفريقي للابتكار في النشر منذ إطلاقه قبل 4 سنوات بالتعاون بين الاتحاد الدولي للناشرين ومؤسسة دبي العطاء. يلعب تطوير المهارات دور أساسي في تعزيز روح الابتكار، وهذا ما نود أن نشجعه في الاتحاد من خلال إطلاق أكاديمية النشر. وهذه الأكاديمية عبارة عن منصة تدريبية إلكترونية مجانية لأعضاء الاتحاد، وستسهم بتطوير مهارات الناشرين في مجالات مختلفة مثل التسويق والبيع الإلكتروني، إنتاج الكتب الميسرة، إنتاج الكتب الصوتية وغيرها من المهارات. وأتمنى أن يتم ترجمة هذا المحتوى للغات أخرى